الحضور الجماهيري من عدمه، وانطلاقة نصراوية مبكرة ملعوبة من الجنوب إلى اليسار إلى منصور الثقفي، عرضية سريعة منصور والجنوب عرضية وفرصة هدف، يتقدم خوليو سيزار، فكر فيها النصر، فكر بحاول عدي بالفعل يمررها لكيتا فاضل، كيتا يحاول وانطلاقة حلوة بين كيتا وخوليو سيزار حلوة، برافو يا عيني على اللعب الحلو، يا سلام عليك يا خوليو سيزار، في الاختصار حلو، اختصار حلو للتسجيل، كعب حلو، تسديد حلو، جول حلو بدون شك، برافو يا خوليو، هدوء يسبق العاصفة وجول في أحلى وقت بالنسبة للنصراويين، كيتا فاضل، يا سلام يا سلام، أنا بشوف الكعب، خلينا نتفرج عليه ونقول لكم شوف شوف، هذا كيتا فاضل، يا عين 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 عيني عليك، حلو يا خوي الجزار، كورة حلوة، يعني الاختصار يقولون في الكلام حلو، خوليو سيزار، جوليو واقع على الأرض، تمريرات بينية للنصر، خوليو لكيتا فاضل، والحكم يقول ما فيها شيء، كيتا ينطلق مع حسن العتيبي، وكيتا فاضل مرة أخرى، والهدف الثالث، هدف ثالث للنصر، كيتا فاضل، يعبر عن فرحة بالهدف النصراوي الثالث، برافو يا كيتا، برافو يا كيتا يا فاضل، برافو يا كيتا يا فاضل، ثالث للنصر، حلو حلو من كيتا فاضل، يعني أحرج الهلاليين ولا شك رغم النقص العددي للنصر ومحاولة للنصر، رمية جانبية نصراوية، فوز استطيع ان اقول مستحق الحقيقة للنصر على زميله الهلال بثلاثة اهداف لهدفين، ورمية جانبية نفذها خوليو سيزار ومعجب الدوسري يطلق صدرته معلن عن فوز نصراوي اول في هذه المباراة وخسارة اولى او فوز على الهلال وخسارة اولى للفريق الهلالي في هذه المسابقة حتى الآن، نقول ألف مبروك للنصر وحظا أوفرا وباسما لزميله الهلال في اللقاءات القادمة، مشاهدينا الكرام سنتابع وإياكم كل أمور المباراة إن شاء الله وما دار فيها.